بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب الثالث الثانوي العلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد انقطاع طويل عن دروسنا في مادة علم الأحياء لأمر قد كتبه الله علينا، نسأل الله العافية والسلامة للجميع، وأن يكشف الله الغمة والوباء عن الأمة بجاء اسمه الأعظم. سنتابع دروسنا في مادة علم الأحياء إن شاء الله تعالى بطريقة يسرها الله لنا، نسأل الله أن تكون نافعة لطلابنا الأعزاء. سنتحدث اليوم عن بحث الدراسة عن علم الوراثة عند الأحياء. نتذكر معا أنه مر معنا في الصف الثالث الإعدادي أن الكائن الحي، إنسانا كان أم حيوانا أم نباتا، يملك ثلاثة أنواع من الصفات: صفات وراثية، وصفات مكتسبة، وصفات طافرة. يهتم علم الوراثة موضوع بحثنا بدراسة انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد عبر الأجيال المتعاقبة. ومن خلال هذا العلم الحديث المهم نستطيع أن نفسر سبب الاختلاف والتشابه بين أفراد الأسرة الواحدة، بين الإخوة. نستطيع أن نفسر أسباب الاختلاف وأسباب التشابه بين هؤلاء الإخوة. فمتى عرف علم الوراثة؟ لم يكن علم الوراثة معروفا قبل عام 1900 للميلاد، حتى جاء أفراد النمساوي مانتل وقام بتجارب عديدة وأبحاث كثيرة في حديقته، في حديقة الكنيسة التي كان يعمل بها. أجرى تجارب درس من خلالها انتقال الصفات الوراثية لبعض النباتات، وكان من أهم النباتات التي عمل عليها نبات البازلاء. وقد وفق العالم مانتل في اختيار هذا النبات كونه سهل الزراعة ودورة حياته قصيرة لا تزيد عن 3 أشهر، وزهرته خنثوية، أي أنها تحمل على أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث في نفس الزهرة، في نفس الزهرة، وبالتالي يمكن أن يحدث فيها التأبير الذاتي الذي تحدثنا عنه سابقا. ومن العوامل التي ساعدته على النجاح في عمله أنه استخدم قواعد الاحتمالات والإحصاء الرياضي، كما أنه لم يبدأ بتجارب التهجين التي قام بها إلا بعد أن حصل على السلالات الصافية التي أطلق عليها اسم الآباء الأبوين. نعم. الآن قبل أن نبدأ بالخطوات التي قام بها مانديل، خطوات عمل مانديل، سنعرف بعض المصطلحات التي ستمر معنا. أهم هذه المصطلحات الهجونة. ما المقصود بالهجونة؟ الهجونة تعني إجراء التزاوج بين فردين من سلالتين صافيتين أو هجينتين يختلفان عن بعضهما بشفع واحد أو أكثر من الصفات الوراثية المتقابلة. وهناك عدة أنواع من الهجونة. قد تكون الهجونة أحادية إذا كان الاختلاف بين الفردين المتزاوجين بشفع واحد من الصفات الوراثية المتقابلة، كأن نقول مثلا أجرينا تهجين أو تأبير بين سلالتين من البازلاء صافيتين، إحداهما طويلة الساق والثانية قصيرة الساق،
إذن الفارق بين السلالتين بشفع واحد من الصفات الوراثية المتقابلة تتعلق بطول الساق. أما إذا كان الفرق بين السلالتين المتزاوجتين بشفعين من الصفات الوراثية، كأن نقول مثلا أجرينا تأبيرا أو تهجينا بين سلالتين من البازلاء، السلالة الأولى ذات ساق طويلة وأزهارها حمراء اللون، بينما السلالة الثانية سوقها قصيرة ولكن أزهارها بيضاء اللون. إذن الفارق بين السلالتين بشفعين من الصفات الوراثية المتقابلة، إذن نحن أمام هجونة ثنائية، وهكذا بالنسبة لأنواع الهجونات الأخرى. أيضاً سنقف عند مصطلح السلالة الصافية. السلالة الصافية، ما المقصود بالسلالة الصافية؟ السلالة الصافية تعني مجموعة من الأفراد ينتمون لنوع واحد، يتشابهون ببعض الصفات الوراثية، إذا أجرينا التزاوج فيما بينهم فإننا نحصل على أفراد متشابهة وتشبه الآباء من جهة الصفة المدروسة. فمثلا لو أجرينا تزاوج بين أفراد من البازلاء طويلة الساق، طويلة الساق صافية، فإننا لا نحصل منها إلا على نباتات بازلاء ذات ساق طويلة. أما السلالة الهجينة، السلالة الهجينة هي مجموعة من الأفراد ينتمون لنوع واحد أيضا، يتشابهون ببعض الصفات الوراثية، إذا أجرينا التزاوج فيما بينها فإننا نحصل على أفراد جديدة، بعضها يشبه الآباء وبعضها لا يشبه الآباء من جهة الصفة المدروسة. والآن أعزائي الطلاب، راقب مانديل بعض الصفات الوراثية المتعلقة بنبات البازلاء وكيف تنتقل وراثيا. الصفة التي راقبها هي الصفة المتعلقة بطول الساق. البازلاء إما طويلة الساق أو قصيرة الساق. فما هي الخطوات التي اتبعها مانديل؟ أول هذه الخطوات، المرحلة الأولى، أجرى تأبيراً ذاتياً بين سلالة من البازلاء ذات ساق طويلة لعدة مرات، لعدة أجيال متعاقبة، حتى حصل منها على سلالة صافية كل أفرادها ذات ساق طويلة. بنفس الطريقة أجرى تأبيراً ذاتياً بين نباتات بازلاء سوقها قصيرة لعدة أجيال متعاقبة، وكان يحصل منها على نباتات بازلاء أيضاً قصيرة الساق. سمى هذه النباتات التي حصل عليها بطريقة التأبير الذاتي هذه، سماها الآباء أو السلالات الصافية، وأطلق عليها رمز بي. الآن المرحلة الثانية التي قام بها مانديل هي مرحلة التأبير غير الذاتي بين الآباء من أجل الحصول على الجيل الأول. التأبير غير الذاتي صعب إلى حد ما، لكن مهارة مانديل وصبره مكنته من إجراء هذا التأبير. فكان ينقل حبات الطلع من نبات طويل الساق إلى مياسم زهرة نبات قصير الساق، بعد أن يقطع المياسم، بعد أن يقطع الأسدية في
النباتات قصيرة الساق حتى يضمن عدم حدوث التأبير الذاتي في النبات قصير الساق. ثم يقوم بالعملية العكس، يقوم بنقل حبات الطلع من أزهار النبات قصير الساق وينثرها على ميسم زهرة النبات طويل الساق، بعد أن يكون قد قطع الأزدية في النبات طويل الساق قبل نضجها، حتى يضمن حدوث التأبير الذاتي، حتى يضمن حدوث التأبير الغير ذاتي أو المتصالب أو المتبادل. وبعد أن يقوم بعملية نقل حبات الطلع، كان يغلف الأزهار بكيس ورقي مسامي يحوي على ثقوب دقيقة تسمح يعني بحدوث عمليات التنفس، المبادرات التنفسية، ولكن هذه الثقوب تمنع دخول حب طلع غريب حتى يعني لا تختلط الأمور في أبحاثه أو في تجاربه. ثم ذبلت الأزهار التي أجرى عليها التأبير غير الذاتي وانتظر حتى تشكلت الثمار، أخذ منها البذور، زرعها، فحصل منها على نباتات الجيل الأول. نظر إلى نباتات الجيل الأول وإذ جميعها ذات سوق طويلة، كلها طويلة الساق بنسبة 100%. لم يظهر ولا نبات بساق قصيرة في الجيل الأول. الآن ينتقل ماندل إلى الخطوة الثالثة اللي هي إجراء التأبير الذاتي بين أفراد الجيل الأول التي حصل عليها آنفاً قبل قليل، وهي نباتات كلها طويلة الساق، أجرى بينها تأبيراً ذاتياً فحصل منها على نباتات الجيل الثاني التي أطلق عليها اسم F2. الجيل الثاني كانت أفراده موزعة في نوعين، القسم الأول طويلة الساق وكانت بمعدل 3/4 النباتات اللي حصل عليها، أما الربع الآخر الأخير فكان بنباتات ذات سوق قصيرة. إذن نسب الجيل الثاني كانت على الشكل التالي، 3/4 النباتات طويلة الساق وربعها قصيرة الساق. الآن كيف فسر ماندل هذه النتائج؟ ننتقل إلى الجزء الرابع من الدرس، وهو كيف فسر ماندل هذه النتائج التي حصل عليها؟ ما كان ببال ماندل أن يحصل على هذه النتائج، لكنه فكر مليا و يعني توصل إلى مجموعة من الافتراضات أو الأفكار، استطاع من خلالها أن يفسر تلك النتائج التي حصل عليها. وكان من أهم هذه الافتراضات أولا فكرة العاقل أو المورث. العالم ماندل قال أنه تنتقل الصفات الوراثية في نبات البازلاء عن طريق مجموعة من العوامل الوراثية أطلقوا عليها فيما بعد اسم المورثات، ويتحكم بكل صفة وراثية عاملين اثنين أو أليلان، عاملين وراثيين أو أليلين، أحدهما يأتي من الأب الأول والآخر يأتي من الأب الثاني. الفكرة الثانية التي وضعها ماندل استنتجها من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحصول على المرحلة الثانية
التي حصل منها على الجيل الأول الذي كان كل أفراده طويلة السمع، لم تظهر الصفة الأخرى اللي هي السلالة القصيرة السمع، السلالة القصيرة لم تظهر ظاهريا، اختفت في الجيل الأول، وظهرت أفراد الجيل الأول بنسبة 100% بسوق طويلة. أطلق على هذه الظاهرة اسم السيادة التامة أو الرجحان التام، وبالتالي الصفات الوراثية نوعان، إما صفات راجحة تظهر في الجيل الأول بنسبة 100% أو صفات هجين أو صفات متنحية مغلوبة لا تظهر في الجيل الأول لكنها ستظهر في الجيل الثاني كما سنرى بعد قليل. الفكرة الثالثة التي وضعها لنا ناندي لتفسير المثال السابقة هي فكرة نقاوة الأعراس. نعلم أن الأعراس تتشكل بالانقسام المنصف، وهذا يعني أن العروس الواحدة لا تحتوي إلا على عامل واحد من عاملي الصفة الواحدة، أو على أليل واحد من أليلي المورثة الواحد، وهذا ما يسمى بمبدأ نقاوة الأعراس. أما المبدأ الأخير فهو الأهم، وهو قانون مانديل الأول أو ما يسمى بقانون انفصال الأليلان العوامل. هذا القانون يقول أنه يفترق عاملي المورث الواحد أو الصفة الواحدة عن بعضهما، ويذهب كل منهما إلى عروس، إلى إحدى أعراس الأول. والآن أعزائي الطلاب، نستنتج مما تقدم أن الصفة الوراثية يمكن التعبير عنها بنمطين. النمط الأول يسمى بالنمط الظاهري، النمط الظاهري. هذا النمط يمكنني أن أعبر عنه بكلمة، كأن أقول طويل أو قصير الساق أو لون الزهرة أحمر أو أبيض أو شعر مثلاً مجعد وشعر مسترسل وغيرها من الصفات الوراثية. أما النمط الثاني فهو النمط الوراثي الذي أعبر عنه بمجموعة الأليلات أو العوامل الوراثية التي تدل على الصفة، مجموعة العوامل الوراثية أو الأليلات الوراثية الدالة على هذه الصفة. والآن في مسائل التحليل الوراثية، تحليل تجارب مانديل والهجوني وغيرها، كيف نرمز إلى الصفات؟ كيف نرمز إلى المورثات والعوامل الوراثية؟ اتفق عالميا من قبل يعني المختصين بعلم الوراثة على استخدام الحرف الكبير من الكلمة الأجنبية الدالة على الصفة للصفة الراجحة، للصفة الراجحة، بينما نستخدم الحرف الآخر المقابل له من نفس الكلمة للدلالة على الصفة المتنحية. فمثلا نبات طويل الساق أو سلالة طويلة الساق نعبر عنها وراثيا بأليلين، مورثة مؤلفة من عاملين أو أليلين. فنقول مثلا من كلمة تول بالأجنبي نأخذ الحرف الأول، تي كبيرة للصفة الراجحة اللي هي السلالة طويلة الساق. أما السلالة الأخرى المتنحية
فنعبر عنها وراثيا، نرمز لها وراثيا بالحرفين الصغيرين المقابلين للحرفين الكبار، وهما تي صغيرة تي صغيرة. إذن سلالة طويلة الساق نرمز لها وراثيا بتي كبيرة تي كبيرة راجحة، أما السلالة قصيرة الساق فنرمز لها بتي صغيرة تي صغيرة لأنها صفة متنحية على الشكل التالي: السلالة الراجحة أو الصفة الراجحة، الصفة الراجحة طويلة الساق تي كبيرة تي كبيرة، أما الصفة المتنحية وهي قصيرة الساق فيرمز لها بتي صغيرة تي صغيرة. ننتقل الآن لإجراء تطبيق أو تحليل وراثي لما سبق أن درسناه في خطوات عمل ماندل الثانية والثالثة. والآن سنوضح تجربة ماندل على نبات البازلاء من خلال التحليل الوراثي، ونبدأ بخطوة أو مرحلة الهجون بين الأبوين من أجل الحصول على الجيل الأول. فنقول النمط الظاهري للأبوين P، رمزنا للأبوين ب P، بازلاء طويلة الساق، بازلاء طويلة الساق. والأب الثاني بازلاء طويل قصيرة الساق. لاحظ عبرنا عن الصفة الوراثية التي درسها العالم ماندل بنمط ظاهري، عبرنا عنه بكلمة طويلة ساق وسلالة أخرى قصيرة ساق، هذا اسمه نمط ظاهري. أما النمط الوراثي للأبوين P، الآن مثل ما اتفقنا سنعبر عنه بالرموز. الطويلة الساق صفة راجحة كما قلنا، نرمز لها بتي كبيرة تي كبيرة. إشارة الضرب هذه تعني تهجين أو تأبير خلطي، تأبير غير ذاتي تصالبي مع البازلاء القصيرة التي سنرمز لها بتي صغيرة تي صغيرة. الآن ما احتمال أعراس الأبوين P؟ كما قلنا سابقا الأعراس تنتج عن الانقسام المنصف، لذلك إذا حدث انقسام منصف لهذه على هذا النمط الوراثي فإننا نحصل منه على نوع واحد من الأعراس وهو التي كبيرة. نصف أعراسه تي كبيرة ونصف أعراسه تي كبيرة، لاحظ أن النصفين متشابهين، لذلك إذا جمعناهم بطلع عندي واحد على واحد نصفين. أيضا هون إذا تعرضت الصفة هاي لانقسام منصف فإننا نحصل منها على نصف أعراسها تي صغيرة ونصف أعراسها تي صغيرة أيضا، وبالتالي النصفين متشابهين ممكن جمعهم فنحصل على واحد على واحد
تي صغيرة. الآن إذا اجتمعت التي كبيرة مع التي صغيرة في بيضة ملقحة واحدة، سنحصل على النمط الوراثي للجيل الأول اللي هو F1، واللي بده يصير عنا تي كبيرة تي صغيرة. إذا الجيل الأول نمطه الوراثي تي كبيرة تي صغيرة، ونحن نعلم أن التي كبيرة راجح على التي صغيرة، لذلك سيكون النمط الظاهري للجيل الأول F1 شو هو؟ بازلاء طويلة الساق. التي كبيرة قليل راجح رجحان تام على التي صغيرة، فظهرت صفة الطول واختفت في الجيل الأول صفة القصر. النسبة لنباتات الجيل الأول هي عبارة عن 100% طويلة الساق، 100% للصفة الطويلة. والآن ننتقل لدراسة الهجون بين أفراد الجيل الأول هذه للحصول على نباتات الجيل الثاني. والآن نتابع دراسة الهجون بين أفراد الجيل الأول التي حصلنا عليها في المرة السابقة من أجل الحصول على الجيل الثاني F2. بنفس الطريقة السابقة ومثل ما اتفقنا نعبر عن كل صفة وراثية بنمطين، نمط ظاهري نبدأ به ونمط وراثي بعد. أول شيء النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول التي حصلنا عليها قبل قليل، بازلاء طويلة الساق، سنجري تهجين ذاتي أو تعبير ذاتي لهذه النباتات مع بازلاء أيضا طويلة الساق. هذه أفراد الجيل الأول كلها طويلة الساق. الآن النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول F1 حصلنا عليه قبل قليل، لازم ما تنسوا بعد الآن تي كبيرة تي صغيرة ضرب تي كبيرة تي صغيرة تعبير ذاتي. الآن احتمال أعراس F1، أعراس الأبوين اللي هنن الجيل الأول. الآن إذا أجرينا انقسام منصف هنا سنحصل على نمطين من الأعراس، نوعين من الأعراس بنسبة نصف لكل نمط. نصف الأعراس ستكون تي صغيرة تي صغيرة، ونصف الأعراس تي كبيرة نضعها بين قوسين. أيضا الأب الثاني نفسه نفس النمط الوراثي، لذلك ستكون أعراسه نصفها تي صغيرة ونصفها تي كبيرة. الآن للحصول على النمط الوراثي للجيل الثاني فقط علينا أن نقوم بنشر هذين القوسين، إجراء عملية نشر رياضية لا أكثر ولا أقل، نحصل منها على النمط الوراثي لمين؟ لإف 2 للجيل الثاني إف 2.
لا، نصف تي صغيرة ضرب نصف تي صغيرة بيكون عندي ربع تي صغيرة تي صغيرة زائد نصف تي صغيرة مضروب بنصف تي كبيرة. هنا نحصل على ربع تي كبيرة تي صغيرة زائد ناخذ القليل هاد العروس هاد نصف تي كبيرة مضروب بنصف تي صغيرة كمان الجواب ربع تي كبيرة تي صغيرة زائد نصف تي كبيرة مع نصف تي كبيرة كمان بنحصل على ربع الأفراد ربع الأفراد تي كبيرة تي كبيرة. إذن كم نمط وراثي حصلنا عليه في الجيل الثاني؟ 1 2 3 4 نسبة كل واحد منهم ربع. الآن ما هو النمط الظاهري؟ النمط الظاهري للجيل الثاني F2. لاحظ النمط هاد نمط صافي تي صغيرة تي صغيرة تي صغيرة تي صغيرة رمز أو نمط وراثي للبازلاء ذات الساق القصيرة. إذن هذه بازلاء قصيرة الساق بينما هذه بازلاء طويلة الساق حصلنا عليها في التجربة السابقة وعللنا ذلك بأن التي كبيرة راجح على التي صغيرة لذلك هذه أيضا طويلة ساق وهذه أيضا طويلة ساق وهذه أيضا طويلة ساق. النسبة لاحظ أن القصيرة نسبتها قليلة ربع فقط إذن القصيرة ربع بازلاء قصيرة الساق بينما الطويلة ربع زائد ربع زائد ربع قد يصيروا ثلاث أرباع ثلاث أرباع نباتات بازلاء طويلة الساق يعني ممكن نقول أيضا بدل الربع وثلاث أرباع ممكن نقول هنا 25% قصيرة الساق وهنا 75% من النباتات طويلة الساق هذه النسب ثابتة عند البازلاء في الجيل الثاني نسبة السلالة أو عفوا الصفة المتنحية ربع فقط أما الصفة الراجحة فتظهر في الجيل الثاني بنسبة ثلاث أرباع تذكروا معي أن الصفة الراجحة ظهرت في الجيل الأول بنسبة 100% أما الصفة المتنحية لم تظهر في الجيل الأول أبدا نسبتها صفر أما في الجيل الثاني فإن الصفة الأولى قصيرة الساق المتنحية عادت وظهرت في الجيل الثاني ولكن بنسبة قليلة نوعا ما وهي نسبة 25% بينما السلالة الراجحة الصفة الراجحة عفوا الصفة الراجحة ظهرت بنسبة 75% أو ثلاث أرباع النباتات. الآن السؤال عندي هنا نباتات طويلة ساق لكن بعضها نمطها الوراثي تي كبيرة تي صغيرة لاحظ ولكن بعضها الآخر
نمطها الوراثي في كبيرة في كبيرة. ما الفرق بين المجموعتين هاتين؟ أن النباتات هذه تعد نباتات طويلة الساق لكنها هجينة، نتجت عن الهجونة الأحادية بين الآباء الطويلة الساق والقصيرة الساق، فكانت صفة الطول راجحة على صفة القصر، فحصلنا على نباتات طويلة الساق لكنها هجينة تسمى متخالفة اللواقح، تسمى نباتات متخالفة اللواقح أو سلالات متخالفة اللواقح. أما هذه فهي سلالة صافية، سلالة أبوية، سلالة صافية أبوية. هذه السلالة الصافية لاحظ أنها تظهر بنسبة ربع الأفراد في الجيل الثاني، سلالة صافية تي كبيرة تي كبيرة. كيف يمكنني الآن أن أميز بين الفرد الراجح فيما إذا كان صافياً أو هجيناً؟ يعني شلون بدي أعرف أنا فيما إذا كان متماثل اللواقح أو متخالف اللواقح؟ هذا ما سنعرفه في الجزء القادم إن شاء الله تعالى. تبين لنا في الجيل الثاني من الهجون الأحادية أن ثلاثة أرباع النباتات طويلة الساق وربعها فقط قصيرة الساق، إلا أن النباتات الطويلة الساق بعضها متماثل اللواقح تي كبيرة تي كبيرة صافية، والبعض الآخر متخالفة اللواقح أي هجينة، يعني تي كبيرة تي صغيرة. الآن كيف نستطيع التمييز بين هاتين السلالتين؟ كيف نستطيع أن نعرف أن الفرد الراجح، الفرد الذي يحمل الصفة الراجحة، هل هو متخالف اللواقح يعني هجين أو متماثل اللواقح صافي؟ نلجأ إلى طريقة تدعى التهجين الاختباري أو الهجونة التحليلية، الهجونة التحليلية. في هذه الهجونة نقوم بتهجين الفرد الراجح الذي يحمل الصفة الراجحة مع فرد من نفس السلالة من نفس النوع طبعا يحمل الصفة المتنحية، يحمل الصفة المتنحية أي أنه قصير الساق مثلا. فإذا كان نتيجة الهجوم كل الأفراد تتبع الصفة الراجحة بنسبة 100%، عندئذ يكون الأب الراجح المستخدم صافية متماثلة. أما إذا كانت النسل الناتج الأفراد الناتجة نصفها طويلة الساق ونصفها قصيرة الساق، هذا يعني أن الأب الراجح المستخدم متخالف اللواقح أجيب. وسنقوم بتطبيق حول هذه المسألة، حول هذه الهجونة الاختبار، ليكن لدينا المثال التالي. أجريت الهجونة بين كبش غنم صوفه أبيض أي كبير مع نعاج أو أغنام صوفها أسود أيزي، فكان النسل الناتج 50% صوفه أبيض
50% صوفه أسود. كيف نحل هذه المسألة بطريقة التحليل الجرافي؟ الطريقة سهلة. الآن نقول النمط الظاهري للأبوين كما فعلنا في المرة السابقة. غنم أو كبش صوفه أبيض، سنمجده مع غنم أو معاج صوفه أسود. النمط الوراثي لهذه الصفة أي كبير يطلع على النمط الوراثي للأبوين بي، كل واحد منها مؤلف من اليلين او عاملين وراثيين. الان النمط الوراثي لاعراسهما او احتمال اعراس الابوين بي. الاب الاول لها ثلاث متخالف للظاهر، نصف اعراسه اي صغير ونصف اعراسه اي كبير، مضروب بأعراس الأب الثاني الأسود متماثل، لذلك نقول واحد على واحد أي زين. الآن النمط الوراثي لمي للنسل الناتج للجيل الناتج بضيفه نصف الأبناء أي زين أي زين، زائد نصفها اي كبير اي صغير. الان النمط الظاهري للنسل الناتج للجيل الناتج هون 50% صوفه اسود، صوف اسود، زائد 50% النصف يعني صوفه أبيض. لاحظ أن الجيل الناتج نصف أفراده ذات صوف أسود ونصف أفراده ذات صوف أبيض، لذلك نقول أن الأب الراجع المستخدم، الفرق الراجع المستخدم هو عبارة عن فرق كجيل متخالف الأوراق، يعني A كبيرة A صغيرة. هذه الطريقة من الهجون تسمى بالهجون الاختبارية أو التحليلية، نستخدمها لمعرفة الأب الراجع أو الفرد الراجع فيما إذا كان صافيا أو هجينا، يعني متماثل الأوراق أو متخالف الأوراق. فإذا كانت النتيجة كما في مثالنا هنا نتيجة 50% يعني نصف الأفراد تحمل صفة الأب ونصف الأفراد تحمل صفة الأب الآخر ذو الصفة المتناهية، فهذا يعني أن الأب المستخدم الراجع طبعا متخالف للواقع. الحالة الثانية لو كان الأب الراجع صافيا، يعني أي كبير أي كبير، وأجرينا موجودة بينه وبين الأب المتنحية أي صغير أي صغير، سيكون الناتج الجيل الناتج كله بصوف أبيض ويعني النمط الوراثي أي كبير أي صغير أي كبير أي صغير. نسبة الصوف الأبيض في الجيل الناتج 100%، وهذا يعني أن الأب المستخدم هو أب راجع لكنه صافي متماثل الأوراق. هذه الهجونة يستخدمها الناس من أجل اختيار الذكور، طبعا من الحيوانات، ذكور الحيوانات التي تحمل
صفات مرغوبه، صفات جيده وقويه ومرغوبه من اجل ترسيخها، يستخدمونها لهذه الظروف في تلقيح الاناث من نفس النوع لترسيخ الصفات وتثبيت الصفات التي تحملها الذكور، فيحصلون على نسل يحمل صفات مرغوبه وقويه وممتازه. بهذا الشكل نكون انهينا درس الهجون المحرم.